يوم العيد إذا عزمت أو عزمتي أهلك وجو وتغدوا بعد الغداء بغلها حالة صح؟ طيب وإذا مونتون العازمين إذا بتروحوا معزومين بتروحوا إيدكم فاضية؟ أكيد بتروحوا في إيدكم حالة. طيب بعدين نبغى محل حالة في تنوع ومرتب وسعره زين، وين ترشح لنا؟ أرشح إليكم أفندينا، ركن آزاد أفندينا. وين موجود؟ موجود بشارع القدس المجيدية قبل رتاق مباشرة. حلانا العيد بيكون من أفندينا. الحلو بأفندينا أن جميع الخيارات موجودة عندهم، الحلى الشرقي العربي بالإضافة إلى الحلويات الغربية. هنا الواحد يقول قلبي الصغير لا يتحمل. الله، هذه وربات القشطة وهذه شفايف القشطة، يا سلام، شوفوا الشكل يا جماعة لحالة إغراء. وهذه غريبة بالقشطة وهذه وردات القشطة وعندهم المبرومة. واللي مميز أفندينا إن الحلى اللي تشوفونه هذا يحضر يوميا، يعني تاخذون الحلى يكون فريش. يا الله، شوفوا كيف التفاصيل الجميلة، وربات القشطة هذه طبعا أنا ما أقدر أأجلها. سامعين القرمشة حقها؟ بصراحة أنصحكم فيها وبقوة. طبعا هذه من الأطباق المميزة بأفندينا، يتعنوا لها من كل مكان. هذه بعدين جاي حلاها مرة خفيف، يعني هي خفيفة وحلاها خفيف. أنصحكم فيها، جربوها واعطوني رأيكم. طبعا في عندهم بوكسات وصحون خاصة، وفي ممكن أنتوا تجيبوا الصحن من عندكم وهم يرتبوا لكم إياه. حلو كيف الأسعار، أسعارهم جدا مميزة. يعني هذا البقلاوة نص كيلو، الغالب عليه الكاجو، كم سعره؟ سعره 55 ريال، يا سلام. وهذا اللي بالفستق، هذا يجي كيلو ب 110 ريال. كيف طريقة العرض، شيء مرتب يا جماعة. وهذا النص كيلو ب 70 ريال. حلويات شرقية على الأصول. اللي يحبون الشوكولاتة البلجيكية هنا عندهم عدة خيارات، عندهم بالأوريو، عندهم بالشوكولاتة المشكلة، عندهم بالزعفران، عندهم حلو مالح، عندهم بغزل البنات، بالشيز كيك، كل الأنواع الحلوة موجودة عندهم. وهذه الصواني حقهم ما شاء الله تبارك الله، مرة حلوة. والحلو يا جماعة موضوع الأسعار عندهم. المطاعم، الكافيهات، الأسر المنتجة اللي يصنعون الكيك، هذا القسم احتياجكم كله موجود هنا، من خليط كيك إلى كريمات تزيين إلى حشوات الكيك، العصائر حق الموهيتو. يا سلام، شوفوا هذه الحشوات حق الكيك موجودة عندهم، جميع النكهات وأحجام جاية، مركز طعام، هذه الحبيبات حق التزيين. يا سلام، بديع المكان يا جماعة. هذه قوالب الشوكولاتة وهذا التارت، يا سلام. طبعا عندهم شغلات كثيرة. إن شاء الله عجبكم أفندينا، طبعا يستقبلوكم يوميا من الساعة 9 الصباح إلى الساعة 11 بالليل، دوام مستمر. بعد السنابة هذه راح أحط لكم الانستغرام والسناب حقهم، أعملوا لهم إضافة وشوفوا الجديد عندهم.